وتتواصل ليالي مهرجان صفاقس الدولي بمجموعة من العروض المتنوعة. وهذه المرة في سهرة رمضانية جمعت ثلة من المنشدين من العالم العربي كالفنان عماد رامي من سوريا ورشيد غلام من المغرب وجمال الشابي من تونس في عرض تم تأخيره بسبب الظروف الطبيعية. والتأخيرة في أخيرة وما تشاؤون إلا إن شاء الله سبحانه. البارح مطر عن الصنو والكابل والكابل تحم والإضاءة ما تجمش ينظفوهم تحب لها ساعة باش كو أجلناها لليلة وأحسن حتى الناس يكونوا على الأقل مرتاحين مش في ظروف البارح كراسي مبلولة واحد. سهرة تعالت فيها الأنغام بالأذكار والأناشيد من أجل إبهاج الجماهير القليلة التي استحسنت هذا العرض والذي جاء في إطار سعي هيئة المهرجان للمزج بين جميع الأنماط الغنائية. حقيقة واحد ما تغذيش مليح في الدار لكن تغذيت أنا شخصيا ليلة بالأمتعنا جمال وزيد حد المطرب السوري زاد كان حقيقة لكن الجمهور الله غالب ممتازة أنا عجبتني الحقيقة عجبتني هايلة الواحد يتفرهد في رمضان والله صراحة عرض شيق وممتاز صراحة أنا نسمي روحي محظوظ لأني أنا البارح كان لي عرض يعني في الإنشاد الصوفي في مدينة تونس وكان يجم العرض معناه يفوتني والحمد لله ربما العوامل الطبيعية كانت في صالحي عجبتني برشا ماذا بيا تتعوض ما تم يعودوها فهمتش هي وهذا سي عماد رامي ممتاز جدا واسمه وذاك إن شاء الله يكون الانطلاقة الليلة بحول الله. أنا عجبتني جمال الشابي أنا ياسر. أنا جيت كعجله هو. سهرية هايلة وممتعة. فن راقي. عجبتني استمتعت. لا خرق العادة بارك الله فيه وسهرية رمضانية حقا. رغم قلة الحضور إلا أن التفاعل بين الجمهور والمنشدين أضاف مسحة من الجمال يعكس عذوبة الأناشيد الدينية والصوفية في سهرة اكتستها النفحات الرمضانية.